السلام عليكم، أنا زميلتكم ريم بدور. إن شاء الله اليوم رح نشرح المحاضرة العاشرة من محاضرات الأناتومي للسيستم الجي أي. رح نحكي فيها عن الهيستولوجي أوف أكسسوري أورجان بارت 2. أول إشي بدنا نبلش حكينا في سليفري جلاند، بنسميها تبيرال سليفري جلاند. بيش بحكينا إنه هاي السليفري جلاند اللوكيشن الخاص فيها تقع بالبوستيرين من النازوفرينكس، بتكون أوفر على بيس أوف كارتليش بنسميها تو، اللي هو بنسميها تورس تيوبرس. تورس تيوبرس هي قطعة من الكارتليش، هي نفس التيوب الإليفيتد الموجود عندنا في النازوفرينكس. وبيش بحكينا أوفر لإلها بيكون عندنا موجود التيوبرال سليفري جلاند. هاي التيوبرال سليفري جلاند بتكون نون كابسوليتد سليفري جلاند، بالإضافة لأنه بيجي بحكي لنا بس مقتصرة على ميوكس سيكريشن، والدياميتر الخاصة فيها عندها من 2 لـ 6 سنتيمتر. تمام. أي سيكريشن تفرزها هاي الجلان رح تفرزهم بالنيزوفرينكس، ما بس ما بتفرز عنا بالأورو اللي هو بالأورال كافيتي. تمام. فبيش بحكي لنا النن اللي هو كابسولات الميوكس جلان بريزنت ان ذا بوستيرير نيزوفرينكس، والدياميتر من 2 لـ 6 سنتيمتر. بيجي بحكي لنا سكريت ذا ميوكس ان ذا نيزوفرينكس نوت ان اورال كافيتي. وبالاضافه بيجي بحكي لنا ما فيها سر السكريشن، هاي مهمه. بيجي بحكي لنا سميناها تيوبرال جلان بيكوز اتس ستاند اوفر ا بيس اوف كارتليج، سميناها تورس تيوبرس، وحكينا من موجوده هاي تورس تيوبرس. تمام. هي نفس التيوب الاليفيتد. هلا بيش بحكي لنا في عنا اي اللي هو هي صارت بوتنشال نيو اورجان ريسك فور اللي هو راديو ثيرابي وبالهيد والنك. اوكي. وبيش بحكي لنا انه ممكن نسوينا اللي هو زيروستروميا اند ديسفيجا. هلا بالهيستولوجي هي بس حكينا بتتكون من شو، بتتكون من اللي هو ميوكس سيكريشن سيل. تمام. فعشان هيك اوكي بتشبه اللي هو السب مانديبولر انها هي سمولر، ماشي، بس مش بيحكي لنا انها بتختلف عن السب لي السب لينجوال، انا اسف، بتختلف عن السب لينجوال انها هي بس مقتصره على الميوكس اسنوي. تمام. لانه السب لينجوال حكينا ان هي ميكس اسنوي فيها اللي هو سيرس اسنوي اند ميوكس اسنوي. وبالإضافة إلى إنه بيش بحكينا كونه إنه هاي الجلاند ما فيها اللي هو سيرس أسناي، عشان هيك ما بتفرز اللي هو ألفا أميلاز. طيب هلا في بعض اللي هو الراديولوجيست حكوا إنه لازم يعني خلينا نصنف إنه هاي الجلاند تعتبر أز ميجر سيلفري جلاند، ويعني يصير عنا أربعة عددهم اللي هو ميجر سيلفري جلاند. هلا إيش بعض الصين صار يحكونا لا ما بنفع نصنفها أز ميجر سيلفري جلاند، نصنفها أز ماينر. في 3 أسباب منعوا إنها تصير أو تتصنف على إنها اللي هو ميجر سيلفري جلاند. أول سبب بيجي بحكي لنا حكينا إحنا بإنه هي عبارة عن نان كابسوليتد سيلفري جلاند، وكل اللي هو السيلفري جلاند الميجر سيلفري جلاند بيكون كابسوليتد، فهذا السبب منعها إنه تصير الميجر. تاني سبب إحنا حكينا إنه هاي السيلفري جلاند بس فيها اللي هو ميوكس أسناي، فعشان هيك ما بتفرز بيتا أميلاز اللي هو ألفا أميلاز. صح. فبيش بحكينا هاي تاني سبب إنه خلاها برضو مش أز إيش ميجر سليفري جلاند. وآخر إشي بيجي بحكي لنا إنه هي بتفرز السكريشن الخاصة فيها في النيزو فارينكس، ما بتفرزهم بالأورو فارينكس. فهدول 3 أسباب صنفناها أز ماينر سليفري جلاند مش ميجر سليفري جلاند. هيك بنكون خلصنا تيوبرال سليفري جلاند. تاني إشي بدنا نبلش نحكي عنه هو الليفر. هلا أنا الأول ما أجي أطلع على اللي هو الوحدة الأساسية للليفر هي رح تكون الهيباتوسايت. وبيجي بحكي لنا إنه هاي الهيباتوسايت هي الكي سيل أوف ذيس أورجان، يعني هي الأساس. تمام. وبيجي بحكي لنا إن فيها اللي هو ديفيرس فانكشن أوف اللي هو يعني هي عندها أكتر من وظيفة بالبادي. تمام. وغير هيك بيجي بحكي لنا عندها يونيك هيستولوجيكال اورجانيزيشن اند اللي هو مايكرو فاسكولار الو ذا هيباتوسايت بيرفورم ذيس ديفيرس ميتابوليك اند اكسوكراين اند اندوكراين فانكشن، يعني بسبب انه اللي هو الترتيب المختلف تبعها الفاسكولار اللي بوصلها هذا اللي سمح للهيباتوسايت تقوم بعده وظائف از اندوكراين او اكسوكراين او اللي هو ميتابوليك. تمام. هلا ليش بحكي لنا هي شكل الهيباتوسايت يا اما بتكون كيوبويدال يا اما بتكون اللي هو بوليهيدرال، يعني متعدده الاوجه. تمام. وبيش بحكي لنا انها بيكون عندها لارج سنترال اللي هو ايش النيوكلياي. تمام. وعندها ايزينوفيليك اللي هو سايتوبلاز بسبب وجود فيه كميات من الميتوكوندريا. حلو. بيش بحكي لنا انه ممكن اصنف شكلها للهيباتوسايت اس اللي هو كيوبويدال ان شيب او بوليجونال. تمام. هلا في بعض من الخلايا الهيباتوسايت عندهم اللي هو باي نيوكلييتد، او في منهم عندهم 50% تقريبا من عدد الهيباتوسايت الموجوده عندها بولي اللي هو بولي بلويد اللي هو ايش عدد الكروموسوم، بنسميها بولي بلويد، يعني بيكون عندها مور ذان 2 ان، فممكن يكون ضعفين
أو اللي هو 8 أضعاف عدد الكروموسومات الموجودة في الخلية الطبيعية، بالإضافة لأنه في منهم بيحتوي على more than one nucleus. تمام. هلا بيجي بحكي لنا انه عندها، كان احنا الهيباتوسايت عندها مختلف اللي هو ايش الفانكشن، فمن الفانكشن اللي بتقوم فيها بتعمل سكريشن للبروتين على الدم، وبالاضافه بتعمل اكزوكران سكريشن للبايل، واخر اشي ريموف للديفرس اللي هو ديفرس سمول كومبوننت من الدم. تمام. فهذا الثري فانكشن خاصين بالهيباتوسايت. طيب فهون هلا هون عندنا نفس الاشي، هاي هي عباره عن باي نيوكلياتد هيباتوسايت، وهاي عندنا اللي هو جرانيولر اللي هو سايتوبلازم، وحكينا بيكون ايزينوفيلك لانه مليان ميتوكوندريا. هلا بدنا نحكي عن الهيباتيك ليبيول، يعني انا لو اني جيت مسكت اطلعت على هذا الشكل، هذا بنسميه هيباتيك ليبيول. داخل الهيباتيك ليبيول هتكون موجوده الهيباتوسايت. بيجي بيحكي لنا انه الليفر بارينكايما از اورجانايزد از 1000 اوف سمول 7 × 10^2 مليمتر من الهيباتيك ليبيول، هذا اللي هو بيكون هيباتيك ليبيول. تمام. بيجي بيحكي لنا الهيباتوسايت اللي فروم 100 اوف ريجولار بليد or cord aggregate radially around a small central vein. شو يعني هذا الحكي؟ يعني بيجي بحكي لنا بيكون في عنا صفوف من اللي هو الهيباتوسايت عاملين زي كأنهم أشعة، ماشي، عاملين زي كأنهم أشعة حوالين مين؟ حوالين اللي هو central vein. تمام. بيجي بحكي لنا لو نتطلع، يعني لو انه نتطلع على نفس اللي هو هاد البليت من الهيباتوسايت، هيكون في بناتهم ماشي زي اللي هو بلد، يعني خلينا نحكي فينس اللي هو بلد اللي هو سانوسول. تمام. زي فيو ارتر دم. بيجي بحكي لنا هذا الاشي سبريت باي اللي هو البليت، بالاضافه انه بيجي بحكي لنا بنعمل سبورت لهدول الهيباتوسايت بليت عن طريق اللي هو الريتيكولين فايبر. تمام. فهون كاتب لنا عنا باللي هو معنى اللي هو الهيكسوغون الهباتو اللوبيول، بيش بيحكي انه هو عنده بالنص بوسطه في عنا السنترال فين، بالاضافة بيعمل رادياتينج منه طالعين زي اشعة عنا اللي هو الهيباتيك بليد الهيباتوسايت بليد بتوين افينا سانوسايت. بيناتهم حكينا بين اللي هو صفوف من اللي هو الهيباتوسايت هيكون في عنا الفينا سانوسايت، وبيجي بحكينا بدعمهم الريتيكولين فايبر رننج الونج ذا بليد اوف هيباتوسايت سبورتنج ذيس اند اللي هو انترفينتنج اللي هو سانوسايت. برضه بيجي بحكينا بعطينا هذا الشكل من اللي هو شكل الليبيول. تمام. هلا بيش بحكينا لو انا رحت اطلعت ده على الميكروسكوب واطلعت على الهكساجون اللي هو شيب لا اللي هو الليبيول الخاص بالهيباتوسايت اللي هو الليفر، يعني بيجي بحكينا ممكن اني اروح اشوف اطرافه، بس هاي موجودة، يعني ممكن اشوف اطرافه لانه بيكون فيه عنا اللي هو مارن من كونكتيف تيشو وعامل له حدود محددة. تمام. هاي بتكون بس منشوفها باللي هو بالماميليان. اوكي. هلا بيجي بحكينا بالهيومن الكلام بيختلف. ليه؟ لانه بيجي بحكينا الباوندريز تقريبا ما رح نقدر نميزها، وبيجي بحكينا صعب انه نبين وين بالضبط حدودها، وين بنتهي الليبيول، لانه بيجي بحكينا عند هذا الكونكتيف تيشو الموجود عند البيريفيرال او اللي بيحدد حدود الليبيول بيكون كتير، يعني انه قليل مش كتير موجود بوفرة زي ما هو موجود بالماميليان. اوكي. هلا بيجي بحكي لنا موست كونكتيف تيشو اند ذا ليفر وين بيكون موجود؟ موجود على طول السبتة باللي هو البورتر تراك، يعني هون قريب من هاي المنطقة عند البورتر تراك. وغير هيك بيجي بحكي لنا عند البريفرال من كل البيول هيكون تقريبا في 3 إلى 6 من اللي هو البورتر تريد، والبورتر تريد احنا حكينا بيتكون من اللي هو ايش انتربيولر ستراكشر، يعني رح يفوتوا بين البيول، يعني بيكونوا هنا بيتكون من اللي هو البورتر تياد. البورتر تياد احنا حكينا بتكون من 3 بارت. اول اشي بيجي بحكينا كفينس هيكون في عنا البورتر فين، والبورتر فين بيكون عنده منسوب قليل من اللي هو الاكسجين بس عالي بالنيوتريشن. تمام. تاني اشي عند الارتريور هو هيباتيك ارتري، وبيجي بحكينا بيكون مليان من الاكسجين وهو رح يروح يعمل سبلاي للليفر. تالت اشي اللي هو عنا يا موجود هو عنا اللي هو سمول بول اللي هو داكتيول سمبل كيبود الابيثيليوم نوع الابيثيليوم اللي فيها، وبيجي بحكينا هي برانش من البول اللي هو كوندكتنج سيستم، يعني هي جزء من البول كوندكتنج سيستم، ورح نفهم لقدام هي البول داكتيول وشو البرانشز الخاصة فيها. تمام. هلا بيجي بحكي لنا most اللي هو of the peripheral portal area also contain lymphatics and nerve fiber within the portal thread، يعني نفس الشيء عند قريب من البورتال thread هنلاقي هدول الثلاثية اللي هو البورتال vein hepatic artery and اللي هو البول داكتيول، بالإضافة رح نلاقي لنيرف and lymphatics. فهون نيجي نتطلع نفس الاشي عنا هاي البورتال تريد، عنا الهيباتيك ارتري البورتال فين اند اللي هو البول داكتيول، وبيجي بحكينا البول داكتيول نوع الابيثيليا الخاصة فيها سيمبل كيوبويدال ابيثيليا.
هذا البورتال اللي هو فين عند الهيباتيك ارتر رح يعمل انستموسز مع ايتش اذر، هيعملن الفين الساينوسويد، هدولهم ماشيين لجهة اللي هو سنترال فين. تمام تمام، بين طبعا شو، بين البليد اوف هيباتوسايت. تمام، هون نفس الاشي، خلينا نطلع عنا هون السنترال اللي هو فين. تمام، عنا حواليه الهيباتوسايت طالع على شكل راديشن منه حكينا، وعنا هون عنا اللي هو البورتال تريل، فيه اللي هو البورتال فين، عنا برضو كمان اللي هو البايل دكت اند الهيباتيك ارتري. تمام، وحكينا انه صعب نلاقي حدود يعني البيول، لانه بيكون في عنا قلة في الكونكتيف تشافي اللي هو الحدود، بس شوي في كتير من اللي هو الكونكتيف في اللي هو كتير من الكونكتيف تشو في منطقة اللي هو البورتال تريل. تمام تمام، هلأ هون في عنا نفس الاشي السنترال اللي هو فين، عنا عند البورتال تريل اللي هو البايل دكت الارتري اللي هو الهيباتيك ارتري اند فين، نفس الاشي هون نفس الاشي، بس بيجي بيحكي لنا هون الفرق انه انا شايف حدودها، شايف حدود اللي هو حدود البيول بسبب انه هون هاي خلية من الماميلين، اما هاي خلية انسان. تمام، فما بكون شايف الحدود تاع اللي هو البيول. تمام تمام، فهون كاتب لنا اللي هو كات ترانسفير سيباتيك البيول ار اللي هو بوليجونال يونت شوينج اللي هو بليت اوف ابيثيليال اللي هو ابيثيليال سيل كود هيباتوسايد راديال فروم ذا سنترال فين، وعندنا الهيباتيك البيول ار ذا سيم اللي هو ماميليان، بتلاقي انه ساج از اللي هو بيكتشر، انه نقدر انه نحدد حدودها. تمام تمام، لانه في وفره في الكونكتيف تيشو، لكن هون بيجي بيحكي لنا بالهيومن بيختلف الوضع، لانه ما في عندنا كونكتيف تيشو كافي، بس بيكون في عندنا كونكتيف تيشو اكثر شوي في منطقه البورتر تريل. تمام تمام، هون ونيجي نطلع على هدول الصور، بيجي بيحكي لنا هون في عنا اللي هو الهيباتوسايت وعنا الفينا ساينوسويد. تمام تمام، هون برضو نفس الاشي في عنا اللي هو الريتيكولر اللي هو اللي بتدعم عنا الهيباتوسايت. تمام، الريتيكولين، وبيكون التايب اللي هو كولاجين تايب 3. برضو نفس الاشي هون في عنا اللي هو الساينوسويد، نفس الاشي اللي بيكون اتجاه لجهة السنترال فين، وعنا حواليها الهيباتوسايت. برضو كمان هون في عنا البورتال تريد، عنا اللي هو البايل دكت الهيباتيك ارتري اند اللي هو البورتال فين. تمام تمام، الريتيكولين فايبرين بيش بحكي الفايبرز بيش بحكينا كولاجين تايب 3 سبورت هيباتيك البيول، بالاضافه فاوند مور ابا اللي هو اراوند ذا سنتر فين اند ذا بريفرال بورتر اريا. تمام تمام، هلا بدنا نحكي عن الفاسكولار ساينوسويد. هلا انا لما نيجي نطلع على الفاسكولار ساينوسويد، احنا حكينا انه هو موجود بين اللي هو الهيباتوسايت اللي هو ايش بليت، صح؟ يعني حكينا انه بيكون في عندنا صفوف من الهيباتوسايت وبيكون هو واقع بيناتهم. تمام تمام، هل اللي بيصير انه هو بيكون اللي هو انستموسس باي تو برانش، مين هن؟ حكينا اللي هو البورتر فين. تمام، وتاني واحد هو الهيباتيك ارتري. طيب هلا بيش بيحكي لنا، احنا حكينا انه البورتر فين بيكون قليل بالاكسجين بس مليان بالنيوتريشن، اما الهيباتيك ارتري بيكون مليان باللي هو الاكسجين بس اللي هو ايش، طبعا هو رح يعمل اللي هو يعني تغذيه لمين، لنفس الليفر. تمام، هلا هون شو بيجي بيحكي لنا، لو انا اجي اطلع على هذا الساينوسويد، لو اجي اطلع على الوال الخاص فيه، بيجي بيحكي لنا رح يكون يتكون من اللي هو ايش، رح يكون يتكون من اللي هو انا اسفه فينستريتد اللي هو اندوثيليال سيل. تمام، بالاضافه يكون في عنده بيزل لامينا تدعمه، ريتيكولار فايبر تدعمه. طيب شو بيجي بيحكي لنا، بيجي بيحكي لنا لو انا اجي اطلع عند الفراغ بين الهيباتوسايت وبين نفس اللي هو الساينوسويدل اللي هو ايش لومن، رح الاقي هون في منطقه حواليها بنسميها بيري اللي هو بارا ساينوسويدال سبيس. هذا البارا ساينوسويدال سبيس بنسميها سبيس اوف ديزي. تمام تمام، هلا بيش بحكي لنا انه هذا بيكون مرر طبعا فيه ايش البلازما، عشان يسهل اللي هو عشان يسهل تبادل المواد بين الهيباتوسايد اند البلود. فهون اللي كاتب لنا اياه انه between the anastomosing plate of hepatocyte and اللي هو of hepatic اللي هو البيول، بيجي بحكي لنا emerge from the peripheral branch of the اللي هو border vein and hepatic artery، يعني بيكون في anastomosis بين two branch، عنا اللي هو الهيباتيك artery and border vein. تمام تمام، هلا شو بيجي بحكي لنا، بيجي بحكي لنا انه اللي هو converge on the البيول اللي هو حتى يضلهم ماشيين لوين، لا لا central vein.
تمام. هلا بيجي بيحكي لنا انه هدول اللي هو الانستوماتيك ساينويد هاف اتن اللي هو ديستينكويش لايننج، بنسميها فين بيكون نوع فينستريتد ابيثيليال سيل، يعني بيكون هيك يعني تقريبا فيه فتحات. بيجي بيحكي لنا سراوندينج باي ايش، سراوندينج باي ذا بيزل لامينا اند ريتيكولار فايبر. هلا بيش بحكي لنا عشان اللي هو ديسكونتويشن اللي هو اوفن ستيشن حد بسهل اللي هو الالولا البلازما عشان تعمل فيل النرو اللي هو بيري سانوسويدال سبيس بنسميها سبيس اوف ديزي اند الو اللي هو دايركت كونتاكت بتوين ماكروفيلاي اوف ذا هيباتوسايد اند بلازما. تمام. هلا بيش بحكي لنا دايركت كونتاكت بتوين هيباتوسايد اند بلازما فاسيليت ذا ابتيك اند ريليس للنيوتريشن للبروتين اند اللي هو لا البرود اللي هو ال potential toxin. تمام. فحكينا انه عندنا sinusoidal space او sinusoidal lumen هيكون في عندنا الهيباتوسايد في بيناتهم اللي هو بيري sinusoidal اللي هو space بنسميه space of daisy. تمام. هلا احنا لما نيجي نطلع على نفس الهيباتوسايد، هاي هي الهيباتوسايد. تمام، خلينا نحط حدودها. اوكي، هلا لما اجي اطلع على الهيباتوسايد بيكون في عندها تو بوردر. اول بوردر بنسميه اللي هو ساينوسويدال بوردر او ساينو اللي هو بازولاترال دومين. تمام، هذا طبعا بيكون قريب على سبيس اوف ديزي. ماشي، بيجي بيحكينا بروسيس نيوتريشن اند اذر بلودي كومبوننت اند سيكريت بلازما بروتين بيعمل از اندوكراين سيكريشن. تمام، يعني بيكون قريب على هذا البوردر. تمام، تاني بوردر في عندنا اياه بنسميه اللي هو بنسميه سمولر ابيكال سيرفيس، بيكون قريب على وين؟ بيكون فاتح على البول كانكيولاي. تمام، وبيجي بحكي لنا بيشتغل على اكزوكران فانكشن. ليه؟ لانه بيعمل اكزوكران سكريشن للبول. حلو، اذا عندنا الهيباتوسايت بيكون عندها تو بوردر بيزولاترال اند ابيكال، الابيكال قريب على البول كانكيولاي، اما اللي هو عندنا البيزولاترال هيكون قريب على وين؟ هيكون قريب على البلود او على قريب على الساينوسايد. تمام. طيب خلينا بس نحكي قبل ما نكمل اللي بعدها انه احنا عندنا الدايركشن للبلود فلو من هون، نعتبر انه عندي انا بريفرال. اوكي، طيب وهون انا عندي اللي هو السنترال، يعني السنترال فين. فبيش بحكي انك البلود فلو بيكون ماشي من اللي هو البريفرال حتى يمشي للسنترال، اما البويل فلو هيكون ماشي عندنا من السنترال للبريفرال، كونه انه هو باخذ كل البويل اللي صنعته الهيماتوسايت، والهيماتوسايت بضل ماشي فيه لا اللي هو حكينا للدكتول الخاصه بالبويل. تمام. هلا مش بحكينا احنا حكينا الديسكانكيولاي اللي هو نفس البول كانكيولاي ار اللي هو اللونجيتد سبيس مو اللي هو ممكن انه يوصل 1 كيلو جرام اللي كيلومتر، وبيجي بحكي لنا انه اللومن تبعه صغير بكتير 5 × 10 ل1 مايكرومتر، يعني بيكون يعني سمول الدايمتر خاص فيه. بيجي بحكي لنا انه لارج سيرفيس اريا بسبب وجود المايكروفيلاي الموجوده على وين؟ على الهيباتوسايت. تمام، هلا بيجي بحكي لنا انه البول كانكيولاي هي فورم ا كومبلكس اللي هو انستوماسيك نتورك شانل اللي هو ثرو الهيباتوسايت بليت، يعني بتكون هي عامله زي قنوات صغيره بين الهيباتوسايت بليت. تمام، بيجي بحكي لنا بتروح كلياتها بتفتح بالبوردر تراك، ما اختلفناش. هلا شو المسار؟ بيجي بحكي لنا انه مسارها بيكون ماشي اوبزيت دايركشن للبلود فلو، يعني البلود فلو ماشي من البريفرال للسنترال، هي حكينا بتمشي من السنترال للبريفرال. تمام، فهو كاتب from the central of the lobule to the peripherally. هلا البايل كانكيولاي are the smallest branch of the biliary tree or اللي هو biliary conducting system. تمام، هلا البايل كانكيولاي بتروح بتفتح في كنال كبير، يعني كنال اكبر منها شوي، بنسميها بايل كانكيولاي of hearing. تمام، هاي بيكون الابثيل الخاصة فيها كيوبويد الابثيل السل اللي هو of age of اللي هو كالنج اللي هو كالنجوسايد. تمام، هلا بيجي بحكي لنا هاي اللي هو الكنال اوف هيرينج بتروح، يعني بتكون قصيرة كتير وبتروح على طول بتفتح في اللي هو بالد اللي هو ايش؟ داكتيول. حلو، هالبالد داكتيول هتكون شوي اللي هو الكيوبويد الكولومينر إلها اللي هو الكلانجوسايد، بيجي بحكي لنا ايش؟ بيكون حواليها اللي هو كونكتيف تيشو، يعني نفس الاشي احنا كان عند البريفرال بيكون في تركيز الكونكتيف تيشو اكبر. طيب البالت اللي هو دكتيول بيجي بحكينا gradually merge large and form the right and left hepatic duct، يعني نفس الاشي، اول اشي منبلش عنا شو
اول اشي بنبلش اللي هو البالكانيكولاي، بعد البالكانيكولاي هيروح يبلش اللي هو الكنال اوف هيرينج. كنال اوف هيرينج هتروح تفتح لي بالباي داكتول، باي داكتول هتروح تجيب من الرايت اند ليفت اللي هو السايد اوف ذا ليفر ماشي، وتروح تفتح لي بوين؟ تروح تفتح لي بالكومن هيباتيك داكت. تمام، بعد الكومن هيباتيك داكت هنكمل المسار اللي احنا بنعرفه. طيب في عنا رايت هيباتيك داكت هيروح يعمل من الرايت لوب اوف ذا ليفر، اما الليفت هتروح تعمل كوادرات كوادات اند اللي هو ليفت لوب اوف ليفر. تمام تمام. هلا في اذر كومبوننت تتكون عنا في اللي هو نفس اللي هو السينوسويد، بيجي بحكي لنا، خلينا نرجع نطلع عليهم دقيقة. اول اشي خليه بدنا نحكي عنها هي الكفر سيل. هاي بيش بحكينا الكفر سيل الها اللي هي طبعا تكون بنفس اللي هو السبيس تاع السينوسويد. تمام تمام، داخل اللي هو السبيس تاع السينوسويد بيش بحكينا انها بتشتغل از فاجوسايت، وبتعمل اللي هو فاجوسايتوسيس لمين؟ بتعمل فاجوسايتوسيس للايش؟ اريثروسايت. تمام تمام، بالاضافه انها راح تروح تعمل لي اللي هو انتاج للايرون واللي هو للهيم، وتخزنه از اللي هو سوليبل فيريتين. تمام تمام. هلا برضو كمان تعمل لنا انتيجين اللي هو كومبلكس اللي هو يعني بريزنتنج سيل، بتعمل لي انتيجين بريزنتنج سيل. بالاضافه انه بيجي بحكي لنا لو انه كان موجود في عندنا بكتيريا ديبرس بهالمنطقه بتعمل له اللي هو فاجوسايتوسيس وبتتخلص منه. تمام تمام. خلينا نرجع الكفر سيل اللي هو كفر سيل بيش بحكينا فاوند ويذين سينوسويد اللي هو لايننج ريكوجنايز اند اللي هو ريكوجنايز اند فاجوسايتوسيس للايش؟ اريثروسايت. بالاضافه انها بتعمل اللي هو بتعمل اللي هو في الفريينج للهيم اند ايرون. بيجي بعدين بعندنا ريوز اند ستورج ان ذا فيريتين كومبلكس، برضه بتعمل اللي هو انتيجين بريزنتنج سيل. واخر اشي بتعمل از اللي هو انها بتتخلص من البكتيريال اور ديبرس اللي هو بريزنت ان ذا بورتال بلود. هلا هون بنيجي نطلع على هاي الصوره، طبعا هون بيكون عندنا سنترال اللي هو فين، هلا بيجي اللي هو سنترال فين، وعندنا هون هي ايش؟ الكفر سيل، لانه هون صبغناها بالانديا انك فبينت باللون اللي هو الاسود. ثاني خليه بدنا نحكي عنها موجوده هي عباره عن الستالات سيل. هلا بيش بحكينا اللي هو الستالات سيل او اللي هو ايتو سيل بسموها إتو. هلا بيش بحكينا هي طبعا موجودة اللي هو البري سينوسويدال سبيس او اللي هو سبيس اوف ديزي، وبيش بحكينا انه هاي الخلايا هاي هي هاي. تمام، بتكون تعمل شو؟ بتكون تعمل ستورج للفيتامين اي، بالاضافة بتعمل اللي هو ستورج لأذر فيتامين سوليبل يعني اللي هو فات سوليبل فيتامين. يس. هلا بيش بحكينا انه لو انا رحت عملت عينة وبدي اطلع عليها صعب انها تبين باللي هو الكروس سكشن اللي بدنا نعمله. اوكي، وبالاضافة انه بيجي بحكينا هي بتنتج اكسترا سيلولار ماتريكس، غير هيك بيجي بحكينا بتشتغل از اي اللي هو مايو فايبر بلاست سيل، عشان لو انه صار انجري بالليفر تعمل تعويض. غير هيك اخر وظيفة لها بيجي بحكينا بتنتج سايتوكاينز عشان تعمل اللي هو وتحدد وظيفة الكفر سيل. تمام تمام. فخلينا نرجع على نفس الاشي عشان اذا نسينا اشي نحكيه. فبيش بحكينا الهيباتيك ستالات سيل او اللي هو اتو، بيش بحكينا اللي هو بيري سينوسويدال سبيس او سبيس اوف ديزي، بيش بحكينا انها بتعمل ستورج للفيتامين اي اند فات سوليبل فيتامين التانيين، صعب ان نشوفها باللي هو روتين بريبريشن اللي هو بريبيشن، وبالاضافه بروديوس للاكسترا سيلولار ماتريكس كومبوننت، وبتصير كمان مايو فايبروبلاست لو انه صار في عندنا اللي هو ليفر انجري، and cytokines اللي هو بتعمل يعني release the cytokines that help to regulate the cover cell activity. تمام، فهاي عنا كونه انا هون عندي خلايا اريثروسايت، فعندي هون اللي هو خلايا التوسيل بالاضافة لسبيس اوف دايزي، برضو هون انا عندي اللي هو الهيباتوسايت كونه انا عندي اياها النيوكليس كبيرة وسنتر، برضو هون في عنا كونه هي قريبة على الاريثروسايت فهالخلايا هي الكفر سيل لانه حكينا هي بتكون موجودة بالسينوسويد سبيس. طيب ونفس هدول فيهم الاريثروسايت هي والسينوسويد. تمام تمام. طيب احنا حكينا في عنا اللي هو نفس الليبيول، عنا كلاسيكال اللي هو هكسوجين الليبيول. هلا ممكن احنا نشوف اشكال للليبيول بتختلف بناء على ايش يعني صنفوها حسب اللي هو الهيستولوجيكال او اللي هو الفسيو. تمام تمام. هلا بيش بحكي لنا لو انا رحت اطلعت على نفس هذا اللي هو الليبيول وشفت اللي هو فيه سنترال فين بالنص وعادي اللي هو البورتال تريد على الفيريفرال واللي هو عاملين اللي هو الهيباتوسايت بليت حوالين يعني زي اللي هو زي اشعه طالعين من السنترال فين، هذا بنسميه كلاسيك هيباتيك ليبيول. فبيش بحكينا بيكون السنترال فين ان ذا ميدل والبورتال تريد على البيريفرال، وبيجي بحكينا البلود بيكون اللي هو ماشي من اللي هو البورتال
حتى يوصل للسنترال، يعني ماشي من البريفرال للسنترال. تمام، هذا عندنا الكلاسيكال، يعني الكلاسيك. اوكي، يعني الكلاسيك. اوكي، ثاني واحد في عندنا البورتال ليبيول، بيجي بيحكينا ذا بورتال اريا هاز ذا بولدكتول اللي هو داكتل ات ذا سنترال. تمام، يعني بيجي بيحكينا انا بروح بحط البورتال تريد او اللي هو البول بالنص، وبروح بخلي المسار كيف يمشي، يمشي على اتجاه البول. احنا كان لانه البول بيمشي من السنترال للبريفرال. وكيف برسم يعني كيف برسم الليبيول؟ برسم وباخذ ثلاثة من السنترال، باخذ ثلاث من السنترال فين وبروح بوصلهم مع بعض. فبيجي بحكينا بيكون اللي هو الانجل تاعون المثلث اللي طلع معنا هن السنترال فين. نطلع هون، بيجي بحكينا انه انا باخذ عندي البورتال تريد بالنص، وبكون عندي اتجاه على اتجاه البويل، فبيكون ماشي من السنترال للبريفيرال. برسم مثلث عشان احدد اللي هو اتجاهات الليبيول اللي عندي، باخذ اللي هو 3 سنترال فين وبرسم عليهم حدود اللي هو الليبيول اللي عندنا. فبيجي بيحكي لنا عندنا ثاني واحد البورتر ليبيول، بيجي بيحكي لنا البورتر اريا هاز ذا اللي هو بال داكتول ات ذا سنتر، اللي هو بيجي بيحكي لنا وذ ذا بورتر تريد ذا تيشو دريننج اللي هو بال انتو ذا ايتش بورتر اريا داكت ازرا، اللي هو يعني رفلي تريانجولر ان شيب، بيكون شكله مثلث، واللي هو اضلاع المثلث تكون عباره عندنا عن السنترال فين. طيب اخر شيء في عندنا الهيباتيك اسينس. الهيباتيك اسينس بيجي بيحكي لنا انه انا بروح بقسم الليبيول على اللي هو قديش الخلايا تاعت الهيباتوسايت، اللي يعني قديش الهيباتوسايت بتاخذ نيوتريشن اند اللي هو اكسجين. تمام تمام، هلا انا عشان ارسم هذا اللي هو الليبيول شو بروح بعمل؟ باخذ اللي هو اوفل شيب او دايموند شيب، باخذ اللي هو عندنا بريفرال بورتال بورتال تريد على الجوانب، وباخذ اللي هو سنترال فين. تمام، وبروح بوصلهم بيناتهم. تمام تمام، فصير عندي اوفل شيب. هلا بيجي بحكي لنا هدول الاوفل شيب بقسمه لثري زون، في عندنا زون 1 وزون 2 وزون 3. هلا هون نقرا قبل ما نكمل الزون، بيجي بحكي لنا اللي هو امفسايز اللي هو نيوتريشن اوف ذا بلود سبلاي اوف اللي هو تو ذا هيباتوسايت اند ذا اوكسجين اللي هو جريدينت فروم ذا هيباتوسايت ارتري. وبيجي بحكي لنا بيطلها ماشي من اللي هو منطقة يعني من البريفرال للسنترال. تمام، بقسم الزونات. هلا بيجي بحكي لنا الليفر اسنس هيباتوسايت ميك اب ريجولار اوفل او دايموند شيب، كيف ممكن نرسمه؟ بيجي بحكي لنا اكستند فروم تو بورتال تريل تو تو كلوز سنترال فين، يعني نفس الاشي بيجي بحكي لنا بناخذ اللي هو اقرب بورتال تريد، اقرب اثنين بورتال تريد على بعض، واقرب اثنين اللي هو سنترال فين على بعض. هلا بقسمهم ل 3 زون. اول زون بيجي بحكي لنا بيكون هو اكثر واحد واصله اللي هو اكسجين اند نيوتريشن، وبيجي بحكي لنا انه واصله اكثر شيء اكسجين اند نيوتريشن، فعشان هيك بيجي بحكي لنا بقوم بوظيفه اللي هو الميتابوليزم، يعني الاكسيداتيف ميتابوليزم اند بروتين سينثيسيس. اما بيجي بحكي لنا زون 3 فهو اقل اللي هو مكان واصله اكسجين اند نيوتريشن، هو اكثر مكان بحدث اللي هو فيه فاتي اكيوميليشن اند اسكيميك نيكروسيس اذا صار فيه قله في اللي هو الاكسجين، فبيجي بحكي لنا هناك بسطع فيه الجلايكولايسيس بالاضافه للليبيد فورميشن اند دراج اللي هو اللي هو بايو ترانسفير اللي هو ترانسفورميشن. تمام تمام. الزون الثاني بيجي بيحكي لنا انه من هيباتوسايت هو انترميديت رينج بتوين اللي هو زون 1 اند زون 3، وبيجي بيحكي لنا يعني عنده انترميديت رينج من الميتابوليزم. تمام تمام، هيك بنكون خلصنا الهيستولوجي اوف ليفر. هلا بدنا نحكي اخر اشي على الجلاب ليدر. بدنا نحكي اول اشي انه الجلاب ليدر هي عباره عن ساك لايك ستراكشر، بيجي بيحكي لنا ستورد اند كونسنتريشن للبايل من خلالها اند ريليز ات انتو ذا ديوتينم افتر ذا ميل. تمام تمام، هلا انا لو اجي اطلع على الوول تاع اللي هو الجلاب ليدر، بيجي بيحكي لنا الميوكوزا هيكون فيها النيرمس اللي فولد اوف، يعني هتكون كتير مبينه لو كانت الجلاب ليدر امبتي. تمام، وبيجي بيحكي لنا كومبوز اوف سمبل كولومينر ابيثيليوم زي اي جلاند، بالاضافه الى انه بيجي بيحكي لنا اللامينا بروبريا عندها طبعا ثين ماسكولاريس لاير، وبيكون البندل اوف ماسل بيكون يعني رايحين بكل الاتجاهات. تمام، ما في يعني الترتيب محدد للماسكولاريس لاير. واخر شيء بيجي بيحكي لنا اللي هو الاكسترنال ادفنتيشيا او سيروزا. طيب ليش انا سميتها اكسترنال ادفنتيشيا او سيروزا؟ هلا لو كانت بيجي بيحكي لنا
الجلاب بليدر مغطاية باللي هو جزء من الليفر بسميها أدفنتيشيا، والجزء اللي بيكون يعني خارج ومش مغطى بإشي بنسميه سيروزا. تمام، فهاي هون عايدين نفس الكلام إنه الجلاب بليدر هي ساك لايك فيها اللي هو مجموعة من الفولد اللي هو الكيوبويد الإبيثيليوم هو اللي بيحيط فيها، بالإضافة بيجي بحكينا إنه هدول الفولد بيكونوا جدا واضحين لو كانت الجلاب بليدر فاضية، بيكون بيجي بحكينا الماسكولاريس لاير عندها البندل تاعيتها بكل الاتجاهات الريجولار اللي هو يعني الريجولار ما إلها اتجاه محدد، بالإضافة لأنه بيجي بحكي لنا إنه عنا لو بنسميها الطبقة الخارجية سيروزا أو أدفنتيشيا بناء على تغطيتها بالليفر، إذا مغطاي بتكون أدفنتيشيا، إذا مش مغطاي بيكون يعني اللي هو إكسبوزد بارت بنسميه سيروزا. هيك الحمد لله بتكون خلصت المحاضرة، وبهيك بنكون خلصنا الهيستولوجي كامل للجيو آي سيستم. بتمنى يكون المحاضرات واضحة ومفهومة أو بكون وضحتها بأكبر قدر ممكن. طبعا أي سؤال بدكم إياه ممكن إنكم تبعتولي، وسامحوني على أي تقصير.